السلام عليكم، انا حازم صالح، واهلا وسهلا بيكم في قناه حازم صالح للفوتوشوب والإليستريتور والتكنولوجيا. ادخل على قناتي، دوس على الفيديوهات، هتلاقي فيديوهات متنوعه عن حاجات كتير جدا، فوتوشوب، إليستريتور، كمان في فيديوهات للتكنولوجيا تقدر تتعلم منها اي حاجه تفيدك. هتلاقي مثلا سوشيال ميديا ديزاينز، هتلاقي رسم، هتلاقي دمج، هتلاقي حاجات تعليمية، هتلاقي تيبس اند تريكس، هتلاقي كرتون او رسم كاركتري، هتلاقي تايبوغرافي، هتلاقي تكنولوجيا، اي حاجة بتبص الويندوز بنتكلم في التكنولوجيا ومعادل الويندوز. واعمل اشتراك في القناة ودوس علامة الجرس عشان يجيلك اشعار باي فيديو انزله. كمان لو بصيت هنا هتلاقي كل ما يخص السوشيال ميديا بتاعتي، هتلاقي صفحتي على الفيسبوك اسمها ديزاينيتا، هتلاقي البهانس بتاعي، هتلاقي الانستجرام، وهتلاقي صفحتي الشخصية على الفيسبوك. انزل خدلك لفة في القناة وما تنساش تعمل اشتراك فيها. شكرا على دعمكم ليا، وتعالوا بينا نشوف هنعمل ايه النهاردة. كتير مننا بيحب يرسم المندلة عشان جمالها وزخرفتها وطبعها الجميل. انا رسمتها موجودة على القناة، هسيب لكم اللينكات في الوصف تحت، وعلمتكم ازاي ترسموهم، بس ده بادوبي إليستريتور. هل ينفع ان انا ارسمها على الفوتوشوب؟ ادوبي بصراحة جابت لنا الموضوع ده وسهلته لنا اكتر من الإليستريتور بكتير جدا. تعالوا بينا نتعرف ازاي نرسم المندلة على الفوتوشوب بطريقة سهلة وبسيطة. يلا بينا. لما افتح ادوبي فوتوشوب، تمام، هترسم او هتفتح اي دوكيومنت. مثلا انا فاتح الدوكيومنت ده 1000 في 1000، تقدر انك انت تفتح اي حاجة انت عايزها، تمام. هتدوس على البراش تول. مجرد ما تدوس على البراش تول هتلاقي العلامة دي او الايكون بتاع البيتر فلاي دي او فراشة دي ظهرت لك، تمام. لما تعمل عليها كليك يمين هتلاقي فيه اختيارات موجودة هنا. لو دوست على الفيركل اللي هو اول واحد هتلاقي رسم لك خط بالشكل ده، تقدر انك انت تشتغل عليه. هندوس علامة التشيك عشان خاطر يوقف عليه، وهدوس على، طبعا هزبط، هختار الفرشة، هزبط الحجم بتاعها واللون اللي انا عايزه. هعمل layer new layer وهبدأ ان انا ارسم. الخط ده او الفاصل ده هو اللي هيفصل بين مكان ما بترسم والمكان اللي هيكرر لوحده. دي طريقة رسم المندلة، ولكن بسهولة في الفوتوشوب. طب ازاي هنقدر نرسم؟ اول حاجة لو انت عايز ترسم خط مستقيم زي ده، يكون الرسمة بتاعتك بسيطة، مثلا هتيجي من هنا من عند الخط ده وهترسم سواء في اليمين او في الشمال، وهتبدأ ترسم. هتبص تلاقيه هو انت بترسم بناحية وهو بيرسم لك الناحية التانية اوتوماتيك نفسها بصف. طبعا انا صغرها شوية بس كده، تمام. تقدر انك انت تعمل السموزينج ده عشان خاطر يبقى الموضوع سهل اكتر، تمام. طيب ايه تاني تقدر تعمل؟ ايه تاني؟ طب ايه نتعلمه تاني؟ الموضوع ده موجود معك في البراش بس. طبعا لو انت، انا شغال بالماوس فهتلاقي الرسمة مش مظبوطة كويس، ولكن انت لو شغال بتابلت هتلاقي الوضع افضل بكتير جدا جدا جدا، تمام. طيب تعال نجرب، هنيجي نعمل كده اهوت، بالشكل ده كده. طبعا السموزنج هو اللي عامل معايا ان هو يكون بطيء بالشكل ده كده. لو انت كل ما تلغيه كل ما تلاقي جهازك سريع، ولكن هو بيظبط الوضوح بصراحة بتاع الخط جدا ويخليه ناعم كويس.
طبعا الخط ده لو وقف كنت انت ممكن تدوس على علامة البتر فلاي تاني تعمل ترانسفورم سيمتري وتطوله زي ما انت عايز بالشكل ده كده عشان تقدر انك انت تظبط عليه زي ما انت عايز. بالشكل ده طبعا انت تقدر انك انت ترسم اي حاجة، انا رسم اي حاجة برضو زي فانت تقدر انك انت ترسم اي حاجة انت عايزها. تمام، طيب دي حاجة. طب ايه كمان نقدر نعمل؟ لير جديد، ولما ندوس برضو على علامة الفراشة هنلاقي ان الخط يبقى بالعرض. طبعا برضو تقدر انك انت ترسم اهوت بالشكل ده كده. تقدر انك انت تعمل اي شيء انت عايزه. بالشكل ده اي حاجة انت عايز تقدر ترسمها ترسمها. تمام، ده خط بالعرض. ايه كمان نقدر نعمله؟ برضو في الدول اكس ده انك انت يبقى في 4 اتجاهات مثلا بالشكل ده كده. طبعا الرسم اللي انا برسمه ده رسم تخيلي جدا ومش متظبط. تقدر انك انت تعمل اي حاجة انت عايزها طبعا لو في رسمة في دماغك او في رسمة معينة. تمام، طيب نعرف ايه كمان؟ كل حاجة من الحاجات دي تقدر انك انت تختارها. فنلاقي في الاخر كلمة مندال تحت اهي، وهنا هيجيب لي ان انا عايز كام خط زي اللي هما باللبن دول عشان تقدر ترسم عليهم. انا ممكن اعمل مثلا 10 كلهم واقول اوكي، هتلاقي رسمهم لي بالشكل ده. لو انت عايز تكبر من دلوقتي ممكن تكبر كل الخط بالشكل ده وتعمل علامة التشيك عشان توقفه، ومن هنا هتبدأ انك انت ترسم ولكن في النص، يعني في نص ما بين نص كل خط وخط. ازاي؟ تعالوا بينا نجرب، مفيش مشكلة. هنبدأ من هنا كده بالشكل ده، نبص نلاقيه هو بدأ يعمل كل حاجة لوحده اهوت. تمام، ابدأ ارسم اي حاجة انت عايزها. تعالوا كده نبص نشوف هنقدر نعمل ايه النهاردة.
بالشكل ده كده. انت كده هنا رسمت مندلق وبكل سهولة جدا. من هنا هتعمل هايد طبعا للخط اللي هو اللبني، تمام. لو انت عايز ده ترانسفورم زي ما احنا قلنا انك انت بتكبره او تصغره. ده كان حاجة بسيطة انك تعرف ترسم مندلة بطريقة سهلة جدا على الفوتوشوب وبتكنيك كويس. لو عجبك الدرس النهاردة اعمل لايك وشير للحلقة واعمل سبسكرايب للقناة، واستناني الدرس اللي جاي. كان معكم حازم صالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.